تعالوا خل نرسم هالمبنى. خليت لي صورة والحين دشيت داخله برسمه داخل. سويت السكتش الحين ببدي تلوين. خلطت هاللون ويا اسود حطيت فيه ماي هني والحين بلون بالمبنى. زيت شوي من الاسود هني في المنطقة. بحط الحين في هالسبيس كله بحري. زيت بحري في الجزء اللي فوق. رسمت المباني وبحط الحين اشجار. بحط الحين تفاصيل بالسيارة. بشيل الحين التيب. شوف اللوحة شلون صارت. خل براويكم اياها قبال المبنى. ترى ايش رايكم بالنتيجة؟ انا رسمتها من زاوية غير بس اهم شي وصلتكم الفكرة. جيت عند اللوكيشن وهذه لوحتنا. ايش رايكم فيها؟